انا شايف ان وجود حاجه زي كايرو سيكيورتي كامب او السمر كامب تحديدا حاجه مهمه جدا، لان الفيلد بتاعنا في السيكيورتي مقصود انه يخش فيه شباب من سن بدري. احنا مش محتاجين يبقى عندك 30 سنه عشان تبتدي تفكر تخش في السيكيورتي، بالعكس احنا محتاجين ناس اكتر تبتدي من بدري وتجوين الفيلد ذا سونست. الحقيقة احنا كشركة وكتيم بيحاول يكبر، دايما عندنا مشكلة في ان احنا نلاقي التالنتس اللي عندها نوليدج في السكيورتي، والسكيورتي زي ما انتوا عارفين فيلد كبير جدا وفي ديسيبلينز كتير، ونتورك سكيورتي وابلكيشن سكيورتي ومونيتورينج واناليسيس. فانك تلاقي الكاليبرز دي في الماركت حاليا حاجة صعبة جدا. اللي احنا حابين نشوفه ان احنا نشوف حاجات زي السمر كامب ده اكتر، نشوف انيشيتيفز مع الجامعات، نشوف ناس بتدرس اكتر سايبر سيكيورتي عشان احنا ككوربريت نقدر نلاقي الكاليبرز اللي محتاجينها تكفر الجوبز اللي في الماركت. المسابقات اللي زي الهاكاثونز وكابتشر ذا فلاج فيها ميزة جميلة جدا، هي البراكتس. احنا حصر في شوية كلام نظري حبتين وما بتجيش فرصة للبراكتس، فحاجة زي الهاكاثون دي فرصة. هي حاجة لطيفة، هي مسابقة ظريفة جدا والناس بتستمتع بيها، وقت انت بتمجر يور سكيلز وتعرف ان انا عندي مشكلة في الحاجة الفلانية. انا كويس في الويب ابليكيشن بنتريشن تيستينج، لكن انا محتاج اقوي نفسي شويه في النتورك سيكيورتي وهكذا. فهي طبعا من الحاجات المفيده جدا. الحقيقه ان احنا كشركه جزء من الانترفيوينج بروسيس بتاعتنا لبعض البوزيشنز ان احنا بندخلك في اكسبيرينس زي كابتشر ذا فلاج، يعني بتخش بتاخد فيرتشوال انفايرمنت وبتاخد مجموعه اسئله وبتحاول تهاك يور واي انتو ذا جوب.